بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم سوف يكون موضوع الفيديو هو تفسير رؤية الضفدع في المنام. سوف نتناول في هذا الفيديو كافة التفسيرات والتقاويل المختلفة لرؤية الضفدع في المنام، سواء كان منام الرجل أو الشاب الأعزب، وكذلك في منام السيدة المتزوجة والحامل والفتاة العزباء والبدء مع تفسير رؤية الضفدع في منام الرجل. فإذا رأى الرجل في منامه أنه يقوم بعمل بركة للضفادع حتى تسبح بها، وكان هناك أحد الضفادع حاول وضعه في هذه البركة ولكن كان يتجنب لمسه أو كان يتجنب الاقتراب منه، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن ذلك الرجل سوف يأتيه الخير والرزق الكثير في حياته، ولكنه أيضا قد يعاني من بعض المتاعب والصعاب كي يحصل على ذلك الرزق، والله أعلم. أما إذا رأى الشاب في منامه أنه يلهو ويلعب مع الضفدع ولم يكن خائفا، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن ذلك الشاب سوف يأتيه الخير والرزق له ولأهل بيته، والله أعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشاب في منامه ضفدعين في بركة ماء وكانوا يلعبان ويلهوان، وكان الشاب حريص ألا ينظر إليه تلك أو هؤلاء الضفادع، فإن تفسير ذلك المنام يشير إلى أن ذلك الشاب سوف يرزق الخير الكثير، وسوف تكون له فرصة سفر بمثابة خير ورزق إن شاء الله، والله أعلم. أما في حالة إذا ما رأى الشاب في منامه إنه قام بقتل ضفدع ما ويحاول أن يلقي هذا الضفدع أو يتخلص منه في مكان بعيد عن الطريق، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن الشاب صاحب المنام يرتكب بعض الذنوب، ولكن الله تعالى سوف يهديه ويرشده إلى الطريق الصحيح حتى يتوب، والله أعلى وأعلم. وهكذا نكون قد سردنا أبرز تفسيرات رؤية الضفدع في منام الرجل والشاب الأعزب. أما عن تفسيرات رؤية الضفدع في منام العزباء، فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بشراء ضفدع وكانت سعيدة في المنام، فإن تفسير ذلك المنام يشير إلى أن هذه الفتاة سوف ترزق بزوج صالح عن قريب، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت الفتاة في منامها أنها تقوم باللعب واللهو مع الضفدع وكانت غير خائفة، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه الفتاة العزباء سوف يكون لها أصدقاء جيدين، وسوف يكون هؤلاء الأصدقاء على قدر كبير من الخير والطيبة والسمعة الجيدة، وسوف يكونوا مناسبين لتلك الفتاة، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت الفتاة العزباء في منامها ضفدع ميت وكانت خائفة من ذلك الضفدع بالرغم من أنه ميت في المنام، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه الفتاة العزباء سوف تقابل أو تواجه بعض المشكلات في حياتها، ولكنها سوف تستطيع إيجاد الحل المناسب لهذه المشاكل أو الصعاب، والله أعلم. أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها إنها تقوم بقتل أو بضرب ضفدع في المنام أو تحاول التخلص منه، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه الفتاة العزباء سوف تواجه بعض المشكلات في حياتها، ولكن هذه الفتاة العزباء قادرة على التخلص من تلك المشكلات وعلاجها وحلها، والله أعلم. وهكذا نكون سردنا أهم تفسيرات ودلالات رؤية الضفدع في منام العزباء. أما عن تفسيرات رؤية الضفدع في منام السيدة المتزوجة فهي كالآتي: فإذا رأت السيدة المتزوجة في منامها ضفدع في منزلها وكانت بحالة من الاستغراب أو الدهشة من وجود ذلك الضفدع في المنزل،
فإن التفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه السيدة المتزوجة يوجد عين حسودة قريبة منها، وعليها أن تحصن نفسها وأطفالها ومنزلها من العين، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها أنها قامت بشراء ضفدع وتركته في المنزل، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه السيدة المتزوجة سوف تكون حامل قريبا، وسوف ترزق بطفل جديد، وسوف تكون لها حياة بها سعادة، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها أنها تقوم بضرب ضفدع، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه السيدة المتزوجة سوف تستطيع التخلص من بعض المشكلات الزوجية التي كانت تواجهها في حياتها، وسوف تستطيع أن تحافظ على بيتها وعلى أطفالها وزوجها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها ضفدع ميت في منزلها، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه السيدة المتزوجة سوف يمرض أحد أطفالها، ولكنه سوف يشفى سريعا بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا أهم تفسيرات ودلالات رؤية الضفدع في المنام لابن سيرين، والآن سوف نسرد دلالات وتفسيرات رؤية الضفدع في منام الحامل والبدء معه. فإذا رأت السيدة الحامل في منامها إن هناك ضفدع أمام المنزل، وكانت هذه السيدة خائفة منه في المنام، فإن تفسير تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة، لأنه يشير إلى أن هذه السيدة سوف ترزق هي ومنزلها بالخير الكثير، وسوف يكون منزلها محافظ عليه من الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأت السيدة الحامل في منامها إن هناك ضفدع يحاول الاقتراب من طفلها الذي لم تلده بعد، وهي تحاول إبعاده والتخلص منه، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه السيدة الحامل خائفة على طفلها أو جنينها، وإن الله عز وجل سوف يحمي لها هذا الطفل أو الجنين، والله أعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها إن هناك ضفدع متوحش يريد الاقتراب منها أو عضها، وهي تحاول التخلص منه، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه السيدة الحامل لديها في حياتها بعض الأشخاص السيئين الذين يريدون إيذائها، ولكنهم لا ينجحون في ذلك، وسوف يحميها الله عز وجل من هؤلاء الأشخاص، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير رؤية الضفدع في منام المطلقة فهي كالآتي: فإذا رأت المطلقة في منامها ضفدع يلهو في الماء ويلعب، وكانت سعيدة برؤية ذلك الضفدع، فهذه الرؤية تعد إشارة أو دلالة إن هذه السيدة المطلقة تريد أو لديها الرغبة في كفالة أحد الأطفال الأيتام، وإن الله عز وجل سوف يرزقها الخير الكثير إن فعلت ذلك. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المطلقة في منامها إنها تقوم بضرب ضفدع والتخلص منه بعيدا عن منزلها، فإن تفسير تلك الرؤية يشير إلى أن هذه السيدة المطلقة سوف تتخلص من عدد من المشكلات كانت تواجهها في حياتها، والله أعلم. وهكذا نكون قد سردنا عليكم أهم تفسيرات ودلالات رؤية الضفدع في المنام لابن سيرين. عسى في نهاية الفيديو أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين، والسلام عليكم.